نروح للسيد شرف. سيد شرف، حبيت نقول انه كان عندك عمل قمتم به، وحبيت يعني تكلمني عليه شويه باش نشوفوا هذاك العمل، نروحوا مع المشاهدين نشوف بعض اللقطات. قبل العمل كانت عندي واحد اللقطه ظريفه مع المرحوم بوضو. نعم، الله يرحمه ويوسع عليه. نعم، كان في التورناس تاع بوضو 2. ايوا، واحد انا كنت حاضر معاهم، كي شافني بوضو جا سلم عليا متواضع. نعم، هو متواضع جدا يعني، معروف. جا سلم عليا، ايوا، عيط عبد القا صاحبو، عبد القا عبد القا، قال لي ساكن كاين الفرده تاعك راهنا، خليني نشبه له. والله لاني سبحان الله. نعم نعم، في عبد القادر عداد. نعم، نحيي ونقول له كل سنه وانت بخير. وفي وفي لصديقه، وفي المرحوم. كان عندي شرف عظيم مثل مع طه الرفسي. نعم، قدو بقدو. نعم، نحييهم كثير، نقول لهم رمضان كريم. كثير كثير، وطه الرفسي بالتواضع تاعو يعيط له هذا المخرج اللي كيسوي فيه هذا اللي واقف معنا دروك، هذا الصحيح. نعم، هذا اللي قاسم معايا البطوله ويلعب ولدي في الفيلم ان شاء الله. غادي نعطوا موعد للمشاهدين. نعم، يودع في قناة الباهية بعد رمضان. يبت ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله في قناة الباهية بعد رمضان. وهذا المخرج هذا تشوف فيه يتصل بطه الرفسي، شوفي عنده 18 ولا 19 عام. نعم، الممثل تاعنا الكبير دار الزهر، مقامة من قامات الفنان الفن الجزائري بدون مقابل. نعم، تاع عيتادس يمثل معنا، وعد معنا يومين. نعم، ما اتصلوا به يقولنا راني هنا، راني حاضر. نعم، شكرا لكل فنان. هذا من دوم. نعم، من موت الكبار. نعم، من دوم الصوالح. نعم، ان شاء الله نكونوا متابع منهم. ان شاء الله ان شاء الله. السيد تفضل كمل. والفيلم كان بعنوان ما ينفع غير صح. ما ينفع غير صح، المخرج عبد القادر عباسه. نعم، ان شاء الله يكون ينال ينال اعجاب المشاهدين. وان شاء الله كاين جديد من بعد رمضان. كاين جديد ان شاء الله، ما يكون غير الصح هكذا. ما ينفع غير الصح، ما ينفع غير الصح. بعض لقطات من هذا السكاتش ما ينفع غير الصح، ونعاودوا نرجعوا دائما للدردشه تاعنا والحوارات تاعنا. يا امراه، حمل لي الماء باين توضا، الظهر قريب اذن. راح حامي الماء، روح توضا. ايه، ما تنساش كي تصلي وتكمل روح للسوق، الفريجيدار راه يصفر. الله يصفر وجهك، من اللي عرف دوك وانت جيب خاص خاص اقتلتني بالبورسات. روح نصلي في الجامع خلي. روح بركة ما تنقرش العجوزة. روح. حميد، داوه لابوليس. علاش داوه؟ ما على باليش. وش شارك ورا؟ الشرف، الشرف قال لي راني متبري منه. عندها الحق يتبري منها، خاطرش ماشي ولدها. شوفي اختي، معليش، هذه قدره وتقدرت علينا، وهذاك ولدنا. صبري دوك نبدا نستخبر ونشوف شنو كاين. يا خويا شوفوني، والله شوف، والله قلبي راه محروق عليه، قلبي راه محروق. أنا من النهار الأول ما كنتش باغي هاد الزواج، بصح مين تقدرت الحمد لله. الحرب العالمية الثالثة كانت نايضة في الدار. الحرب العالمية اش دخلني فيها؟ هات خطي راسي وتفوت. وقيلا ما فهمتنيش. يا هو الحرب مع امك على المصروف.
مصروف انا عندي بيجوتري با عاودي لا طابله معمره بالكريدي وباغي تاكل عندي باطل طلع طلع اش صور تما خف جوج اش صور تما ادي هيك فضيله ها فضيله ها فضيله حتى الفيديو جبتها لك عمري في الجدال ما كيرفد شنايفك علاه راك حاقر وعلاه شكون هذا اللي راني حاقر ولدك جايب كي ويشتكي ها وقيل راكي باغيتني انا اللي نخدم عليه اسمعي ما كان ما دخلك بيني وبين ولدي فهمتي ولا وزيد يقولي له ما يخليه توقف في الطابله والله يلعب له براسي يسوي له دراهمو 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 راك تاكلهم لو غير انت او ربي خلص فيك اه هو قاعد نهار ويتبع في الغاشي بلا جيمان ايه بنت يا راجل ايه بنت يا ولفر عنده في الحانوت وما شافوش فالله يسلطوا على العديان يا سلطوا عليهم ودار فيهم حالة هاك افرح ربعمية وثمانين الف ايه على هنا عندي له زيت الحليب كل شيء ما درتو انت ها ظل شي على الضو وتتفرج في التلفزيون حتى ثلاثة الصباح خلص انت والله لا مليح وانا على حساب ما قالت لي فاضله انت هاد الولد راك حاقره ظالمه مانيش عارف علاش وانا من الصباح وانا جاي نجري قلت غادي تفرحني وما يوصلت عندك عطيتني درس في الأسرة أسمع هذا ولدي ونعرف كي نربيه وقتك ما خصها والو با تشكي لك تهلا في روحك الله يهديك طبعا شاهدنا ما ينفع غير الصح لكل المشاهدين اكيد رنا لاعجابكم بعض اللقطات هذه راح يكون اعمال اخرى كذلك راح نتحدثوا عليها سي شارف نتمنى لكم كل التالق ونتمنى مشوار يكون يعني مشوار يعني فيه انتاجات كثيره وفيره طبعا هي مغروسه كما يقولوا نعم انا من صغري كنت في عمري 9 سنين ولا 8 سنين كنت كنجمع مع الوالده ولا الوالد وكاع في الدار نعم يقعدوا يتفرجوا فيا نعم ندير لهم بعض الصوالح يقعدوا يتفرجوا صرتوا في رمضان الصحراء تاع رمضان ما كيجيو خالاتي عماتي وكاع يقعدوا يتفرجوا يعني هما الجمهور الاول الجمهور الاول هما اللي يشجعوني نعم من بعد بديك سمحي لي كنت متشوق بان ندخل للتلفزيون نعم متشوق بان ندخل للتلفزيون نشوفوا هذه المناسبه عيد الاستقلال في عين تادس وعند البلاصي تاع الناس اسمها 5 جويليه كانوا دايرين برنامج تاع عرض وكان يلعب فيها هويد فحمو وعباس محمد الله يذكرهم على خير كي شفتهم يلعبوا عباس محمد يلعب امام سعوده وهويد فحمو يلعب بالدور تحديد وين شفتهم تشوقت بان نكون معاهم يلعبوا الكلور تشوقت بان نكون معاهم كي كملوا لاسان عيطت لهم قلت لهم اني تشوق بان نخدم معاكم قالوا لي مرحبا من ذمك هو لنا الفرقه كنا نخدموا كلون نخدموا لي كولا نخدموا لا كولوني كنا في واحد الميساج شباب كنا نخدموه كنا نخدموه تاع رضوان المشغل رضوان المشغل هذا كما قال اخويا منا دائما يميلوا للهلال انا دائما الاب تاعو انا بدون مقياس نعم لعب دائما الاب تاعو دائما نعطيو ميساج للطفل اكيد اكيد هي دائما الفنان دائما يقدم رساله كي نبداو في لاسين كيقول لك يعرف خويا منا كي نبداو في لاسين مثلا نقول له هذه امانه هذه الانسان نعطيها لطفل اللي قاعدين نعطيها نعطي ستيل ولا نعطي هذا نقول له والي بالك الامانه نعم. هو كي يجي رضوان حمو ويدف يدخل يحوس ولا سيريا يحوس واحد المره يجيبها مين يجيبها من عنده هذاك ينسى من بعد ندخل انا نقول له وين الامانه طفل كنت لي خاف يقعد يبكي من بعد يقول ما عنديش حاضر الأمانة تبقى دائما هي أمانة الأمانة هي أمانة